السلام عليكم. تدور راح الحرب في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح، غير أن إفرازات هذه الحرب في حجة قد أنتجت مأساة صامتة. العناء يبدو في ملامح النساء والأطفال، خصوصاً أولئك الذين تلفح وجوههم الشمس في مخيمات النازحين، وفي أصواتهم شيء من المكابدة وضيق الحال. أوجاع حجة ما خلفته حرب الميليشيا وتداعياتها على المحافظة ألقت بظلالها على العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي المتضرر الأبرز، وكذا الأذى الذي لحق بالناس ويومياتهم وموجة التهجير التي شهدتها حجة في وقت مبكرة خصوصا في كشر ومستبع. عندما بدأ الانتشار المسلح للميليشيا اتجهت صوب حجة نحو كشر وعاهم ومستبع على وجه التحديد، زرعت الألغام في القرى وفي الوديان، وشهدت العديد من المناطق مواجهات واسعة قبل أن تندلع موجة الحرب الواسعة لتدفع حجة ثمنا باهظا على صعيد معاناة المواطنين. الحرب الدائرة على الحدود اليمنية السعودية شكلت عبئا مضاعفا للمناطق المحاذية والتابعة إداريا لحجة، خصوصا بعد إغلاق ذلك المنفذ واشتعال الحرب على طول الحدود والنزوح الكلي من تلك المدن والقرى والمزارع. فقد هؤلاء النازحون مصادر دخلهم وسبل عيشهم، والتي كان آخرها توقف مرتبات الموظفين لتضاف معضلة الفقر والفاقة إلى معاناة النزوح والتشرد. مشاهدينا الكرام، حول المأساة الصامتة في حجة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد الذهاب لمشاهدة هذا التقرير. وأخيرا حجة، لكن هذه المرة لحجة قصة أخرى وليست أخيرة، قصة بالغة الوجع لا تشبه تلك التي كانت ترد في أحوال الطقس. فغبار الحرب وموجة النزوح هي الحاضر الأبرز في يوميات هذه المحافظة الذي ضاعف الانقلاب من مأساتها. إحصائيات حقوقية تشير إلى أن عدد النازحين في هذه المحافظة بلغ نحو نصف مليون نازح من مديريات عدة، خصوصا المديريات الحدودية التي تشهد مواجهات مستمرة منذ أكثر من عام. تقول الإحصائيات إن أكثر من 60,000 أسرة نزحت من المناطق الحدودية إلى مخيمات اللاجئين. هكذا يبدو المشهد هنا، يهربون من الموت لكنهم لا يقتربون من الحياة. ينزح البشر من المناطق الحدودية هربا من المناطق المحترقة من ضربات التحالف، أو تلك التي تسيطر عليها الميليشيا كونها أهدافا لطيران التحالف، لكنهم يهربون إلى فصل آخر من الجحيم، حيث الموت البطيء الذي يعانيه النازحون جراء انعدام الغذاء وأسباب الأمن والحياة. محافظة حجة الواقعة في الشمال الغربي لليمن، وهي من المحافظات الحدودية مع المملكة العربية السعودية، يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، منهم 100,000 على الأقل تجاوز خط الفقر كما تقول المؤشرات. أمر دفع بالمسؤولين فيها لإطلاق حملة إغاثية برئاسة محافظ المحافظة بهدف إبراز معاناة النازحين ووضعهم المأساوي ولفت أنظار العالم للوضع الإنساني للنازحين والمهجرين في المحافظة. الحرب التي خلفت عشرات من المساكن والمنشآت المدمرة خلفت وضعا صحيا مترديا، فإلى جانب معاناة النازحين من البرد وانعدام مواد الإيواء والسكن وانعدام الغذاء ومياه الشرب، انتشرت الكثير من الأمراض والأوبئة. هذه المحافظة ذات التنوع الجغرافي الذي جمع بين السهول التهامية والجبال الشاهقة، يمتد تاريخ الحرب فيها إلى أعوام خلت، وتحديدا أواخر العام 2011، حيث بلغت الحرب ذروتها خصوصا في مديرية كشر ومستبع التي فخختها ميليشيات الحوثي بآلاف الألغام. خسارة حجة في الحرب ليست بالهينة، غير أن غياب الإعلام غيب الكثير من الجرائم التي طالت هذه المحافظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ كمال قدمي، مسؤول إغاثة في إقليم تهامة. مساء الخير أستاذ كمال. أهلا وسهلا، مساء النور الكريمة. أهلا بك أستاذ كمال، لو حدثتنا بداية عن أبرز المعاناة الإنسانية التي تعانيها حجة وأين تتركز بشكل أكبر؟ طبعا محافظة حجة مثلها مثل جميع أرجاء اليمن ترزح تحت معاناة إنسانية شديدة. اليوم المعاناة لا تستثني منطقة من مناطق اليمن، وإن كانت تختلف من مكان إلى آخر. بالنسبة لمحافظة حجة تعد من أفقر المحافظات على الإطلاق، وتعد حسب التقارير الدولية ثاني محافظة من حيث انتشار سوء التغذية فيها على مستوى الجمهورية اليمنية. المشكلة الأكبر التي ظهرت كذلك في الآونة الأخيرة مشكلة النزوح
حيث تعرض محافظة حجة لموجات نزوح متعددة كانت آخرها خلال العام الماضي. طبعا كان هناك موجات نزوح أثناء الحرب الخامسة والسادسة من صعدة إلى حجة ونزحت آلاف الأسر من محافظة صعدة، ثم نزحت آلاف الأسر كذلك إبان الحرب التي دارت بين قبائل كشر وبين الحوثيين في 2011، ونزح أغلب أبناء مديرية مستوى جزء كبير من مديرية كشر. ثم بعد اندلاع عاصفة الحزم عمد الحوثيون والميليشيات إلى تهجير أبناء المديريات الحدودية، ثم تهجير جميع أبناء مديرية حرض وميدي وبكير المير، فصارت خمس مديريات تقريبا نزحت بالكامل، وقدرت المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في اليمن في تقريرها 11 لحركة السكان الصادر في 2016 في شهر أكتوبر، قدرت عدد النازحين في محافظة حجة ب 485,388 نازح، 134,000 منهم خارج المحافظة، البقية في داخل المحافظة يعيشوا في ظروف مأساوية. طبعا جزء كبير منهم أكثر من 15,000 أسرة في العراء تحت الخيام تحت الأشجار في الوديان في سفوح الجبال، لا يجدون لا مأوى لا مأكل لا مشرب، وجزء كبير منهم نزحوا عند أقارب لهم في باقي أرجاء المحافظة، والبعض استطاع أن يستأجر منازل لكن كلهم يعيشوا ظروف مأساوية. نعم. يعني طب أستاذ يعني حدثتنا في بداية حديثك عن ظهور العديد من الأوبئة، ما هي أبرزها؟ أبرز الأوبئة التي ظهرت في محافظة حجة في الآونة الأخيرة وباء الكوليرا ووباء حمى الظنك. سجلت أكثر من 1,000 حالة حمى الظنك سجلت في مكتب الصحة بالمحافظة، توفي 12 حالة منها خلال 2016، وأكثر من 300 حالة للكوليرا توفي منهم 3 حتى الآن. هناك كثير طبعا الحميات والملاريا والأمراض المعدية انتشرت بشكل كبير، الأمراض الجلدية كذلك انتشرت بشكل كبير خاصة في أوساط النازحين، لأنهم يعني يفتقدوا لأبسط الأشياء، يشربوا مياه ملوثة، لا يجدوا الفرش الذي يناموا عليه. لا يجدوا. إذن أستاذ كمان يعني في ظل هذه الظروف السيئة التي تحدثت عنها، العدد الكبير من المهجرين ومأساة حجة ليست يعني وليدة الحرب يعني أو عاصفة الحزم أو حتى ليست وليدة الانقلاب، يعني أنت تحدثني عن الحرب الخامسة مع الحوثيين وأيضا في 2011، يعني هي مأساة ممتدة، ما الذي استطعتم أن تقدمه أنتم كإغاثة لهذه المحافظة؟ طبعا نحن كلجنة إغاثة نعمل على تنسيق جهود المنظمات وإيصال المساعدات إلى الداخل. خلال الفترة الماضية مركز الملك سلمان كما أفادنا المختصون فيه، في العام الماضي تم توزيع 185,000 سلة عبر برنامج الغذاء العالمي. يعني هناك كذلك المنظمات المنضوية تحت ائتلاف الإغاثة والبناء في المحافظة يتم جزء لا بأس به، لكن حقيقة الأمر المسألة ليست بالشكل المطلوب، وما قدم ليس بالشكل المطلوب. يعني نحن لم نستطع أن نقدم حتى الآن 20% إلى 30% من احتياجات النازحين، ولذلك لماذا أعلننا هذه الحملة؟ أعلننا لأننا حقيقة ما هي المشاكل التي تعانوها حتى لم تستطيعوا تقديم يعني ولو 20% من المعونات؟ لماذا؟ أبرز المشاكل ضعف الدعم المقدم من المنظمات المانحة حقيقة الآن. بالصحيح هناك إعاقات كبيرة من قبل الميليشيات، وهناك شيء من النهب، هناك عرقلة، لكن هناك جزء كبير كذلك يمكن إيصاله إلى المستحقين وإلى المتضررين وإلى النازحين بطريقة أو بأخرى، لكن حقيقة الأمر ما يصل من 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 دعم شيء يسير. برنامج الغذاء العالمي يوصل جزء كبير من 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 مساعداته إلى النازحين، لكن من يتم تغطيتهم عدد بسيط من النازحين، وفي فترات متقطعة تصل للنازح كل 3 أشهر كيس قمح نوعية رديئة، عليها ملاحظات كثيرة. يعني فأبرز الإشكالات حقيقة ضعف الدعم المقدم من المنظمات المانحة، ولذلك نحن من خلال منبر قناة بلقيس
الموكرة، نناشد جميع المنظمات الدولية المحلية والدولية أن يلتفتوا إلى محافظة حجة. محافظة حجة اليوم بحاجة على الأقل إلى 300 ألف سلة شهريا لمكافحة هذا الوباء الذي بدأ ينتشر. النازحون وحدهم بحاجة إلى أكثر من 80 ألف سلة شهريا حتى نعتقهم من الموت لا أقل ولا أكثر. النازحون بحاجة إلى الظل الذي يستظلون تحته، ونتكلم عن 15 ألف أسرة لا تجد الخيمة، لا تجد الفرش، لا تجد البطانية، لا تجد الإناء الذي تطبخ فيها الطعام إن وجد هذا الطعام. نعم، إذا أستاذ كمال، يعني بعد توجيهك لهذا النداء، هل من يعني قبل هذا النداء الذي الآن أطلقته، هل تم التواصل مع هذه المنظمات الدولية؟ هل تم إطلاعها على الوضع المأساوي في حجة؟ تم التواصل مع بعض المنظمات. محافظ المحافظة زار مركز الملك سلمان ويعني أطلعوا أن هناك تواصل بينهم وبين المنظمات الدولية العاملة في الداخل. نحن لا ننسى كذلك أن وضع السلطة المحلية لا تزال السلطة المحلية للمحافظة في خارج المحافظة، فتعمل على التنسيق بقدر المستطاع من الخارج، تعمل على التنسيق مع المنظمات المتعاونة في الداخل بطريقة أو بأخرى. هناك برنامج كما أخبرنا الأخ المحافظ المحافظة والسلطة المحلية للتواصل مع إطلاق هذه الحملة المباركة للتواصل مع جميع المنظمات الدولية حتى تقوم بواجبها في إغاثة النازحين في محافظة حجة. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ كمال. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف اللواء عبد الكريم السنيني محافظ محافظة حجة من الرياض. مساء الخير سيدة اللواء. الله بالخير، حياكم الله. اهلا بك معنا سيدة اللواء عبد الكريم، ونود ان اسالك عن محافظة حجة التي اطلقت نداء حجة تستغيث، يعني بطبيعة الحال انتم يعني كما يفترض ان تكونوا اكثر اطلاعا على مأساة حجة، فحدثنا عنها. حياكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حجة تعاني مأساة كبيرة جدا يا سادة العالية. حجة مليئة بالمآسي، مليئة بالفقر والمرض والجوع، نظرا للعصابات الإنقلابية هذه التي دمرت الحرث والنسل، دمرت كل ما هو جميل في محافظة حجة. نعم. الآن الإحصائية الذي لديكم إحصائية كاملة بما بيدور في نفس المحافظة من فقر وجوع وعراء ومرض وكل حاجة، هذه بسبب الإنقلابيين الذين دمروا البلاد والعباد. نعم، إذن ما الذي قدمتموه أنتم كسلطة محلية للمحافظة؟ نحن والله بصفتنا نبذل جهود جبارة، تواصلنا مع الأخ رئيس الجمهورية والنائب الرئيس ورئيس دولة رئيس الوزراء، تواصلنا مع الأخ وزير الإدارة المحلية وقدمنا لهم الملفات والكشوفات، تواصلنا مع مركز الملك سلمان، تواصلنا مع الناس الخيرين وبعض التجار والكبار المسلمين، كلهم يبذلون كل ما نحتاج من إغاثة. نعم، ولكن هل تصل هذه الجهود سيادة اللواء، هل تصل كلها لمحافظة حجة؟ يعني لو تم إيصال كل ما يعني جهود كل من ذكرتهم، ربما لن تحتاج حجة شيئا بعد ذلك. يعني يتحدث معنا الأستاذ كمال قدمي مسؤول إغاثة عن 15 ألف أسرة في العراء لم تستطيعوا أن توفروا لهم مخيمات؟ 15 ألف، الحكومة بسلطتها الشرعية بمركز الملك سلمان بوجودكم في الرياض لم تستطيعوا توفير هذه المخيمات؟ والله هذه ما تعتبر عبارة عن مخيمات، هذا لا زالوا ساكنين في العراء تحت الأشجار وتحت الذي في مكان الشارع وكل حاجة. نحن هؤلاء الانقلابيين اوقفوا كل ما هو جميل، المنظمات المفروض اتفق معك سيادة اللواء. انا احدثك الان سيادة اللواء، هي الذي هي شأن توصل كل ما هو مطلوب للإغاثة لهؤلاء الساكنين في الصحراء وفي الغابة. يجب على المنظمة الدولية أن تؤدي دورها بكامل صلاحياتها. وأنتم سيادة اللواء أين هو دوركم؟ أين هو دوركم سيادة اللواء؟ 15 ألف أسرة، أنا لن أحدثك عن 485 ألف نازح، لن أحدثك عن ألف يعاني من حمى الضنك، لن أحدثك عن 300 حالة ظهور كوليرا، لن أحدثك عن الفقر الشديد الذي أدى أو يودي بحياة الآلاف في حجة، أحدثك عن 15 ألف أسرة لا تجد ما يظلها، تعيش في العراء وفي الكهوف.
لم تستطع يعني إحدى طائرات التحالف أن تدخلهم بالمخيمات عوضا عن القصف. يعني شيء غريب، يعني 15,000 أسرة أظن أن على الأقل الحكومة الشرعية أو مركز الملك سلمان قادر على أن يأويهم في مخيمات. مركز الملك سلمان ودول التحالف مستعدين أن يو أكثر من هذا العدد ويريد نسبنا، لكن نتمنى من هؤلاء على ما ذكرتيه إذا في إيصال عبارة عن عبر طائرة أو غيرها، لكن إن شاء الله معنا دحين عبارة عن جمعيات خيرية كبيرة بالنسبة عاملة في نفس المحافظة مستعدين توصل إلى بعض هؤلاء الناس بقدر الإستطاعة التي توجد عندهم. نعم، إذا لو تكرمت سيادة اللواء أن تبقى معي قليلا، يعني أوصلك مع الأستاذ كمال القدمي وهو مسؤول الإغاثة في إقليم تهامة. أستاذ كمال، يعني يتحدث سيادة اللواء عبد الكريم عن إمكانية يعني إغاثة الملك سلمان وقوة التحالف بإيواء أكثر من 15,000 أسرة، لما لا يتم التنسيق حتى يتم إيواء هؤلاء الأشخاص؟ نحن لا يوجد عندنا أي مانع، وهناك أكثر من طريقة. لدينا تكتل يضم أكثر من 15 منظمة عاملة في الميدان، نعم. بالإمكان الترتيب عبرها. لدينا أكثر من طريقة للتواصل مع الميدان والإيصال المساعدة. نحن كما أسلفت قبل قليل، الإشكالية الكبيرة عندنا في عدم توفر الدعم لهؤلاء النازحين. هناك نعم، هل تواصلتم مع محافظ المحافظة، مع مركز الملك سلمان، مع يعني من يمكنهم دعمكم، مع هذه الجمعيات العديدة التي ذكرها سيادة اللواء بأنها تقدم الدعم؟ زرنا مركز الملك سلمان بصحبة الأخ المحافظ، نعم، وبصحبة محافظي محافظات إقليم تهامة الأربعة، وكان استقبال إدارة المركز للمحافظين طيبة جدا، واستعدت المركز أن يلبي الاحتياجات، وتم رفع خطة احتياجات متكاملة للمحافظة. متى سيتم ذلك؟ حوالي شهرين تقريبا. خلال كم؟ نحن نعمل بإذن الله عز وجل من الإخوة في مركز الملك سلمان كما عودونا أن يستجيبوا لهذه النداءات. نحن على يقين بإذن الله سبحانه وتعالى أنه لن يخذلوا أهل الحجة، كما حركت المملكة أساطيلها من أجل الشعب اليمني وإعادة شرعيته. لن تبخل بإذن الله، ولن يبخل مركز الملك سلمان. ونناشد مركز الملك سلمان ليس الجهة الوحيدة، نحن نناشد المنظمات الدولية جميعها. يعني مركز الملك سلمان مركز وليد جديد أنشئ لإغاثة الشعب اليمني قبل حوالي سنة ونص. هناك منظمات عريقة كثيرة لها مكاتب ولها مقرات في داخل صنعاء، ولا حرية التنقل، وإن تم يعني المضايقات بسيطة يعني، لكن لها حرية الحركة، تستطيع أن تنزل تتحرك في المحافظة تصل إلى النازحين. نحن نناشد هؤلاء ونطالب هؤلاء ابتداء أن يقوموا بواجبهم في إيصال المعونات. نحن نناشد كل من يستطيع أن يصل. نحن لا نتكلم اليوم عن طريقة معينة أو نشترط أن تأتي المساعدات عبرنا أو عبر السلطة المحلية الشرعية. نحن ندعو جميع المنظمات أن تنزل إلى الميدان، أن توصل المساعدات بأي طريقة، ومن لم يجد الطريقة فبإمكانه أن يتواصل مع السلطة المحلية الشرعية وتستجيب طريقة لإيصالها إلى المنازل. نعم، أعود إليك سيادة اللواء عبد الكريم. سيادة اللواء، يعني إذا قمتم بزيارة مركز الملك سلمان وتم وعدكم بإيجاد حلول لهذه المأساة، يعني ربما الآن دوركم بمحاولة تسريع إيصال تلك المعونات، خاصة أنه كما تحدث الأستاذ كمال بأن هناك لديهم طرق لإيصالها للميدان. ماذا عن المنظمات الدولية؟ هل تم التواصل معها، خاصة أنه كما تحدث الأخ كمال بأنها لديها القدرة على الوصول للميدان أكثر؟ والله بالنسبة للمنظمات الدولية هذه تعمل في إدارة المحافظة بشكل سابقا، لكن المفروض منهم أن يتعاملوا مع السلطة المحلية الشرعية حتى نعرف متى بيتم الإغاثة هذه، متى بيتم الوصول إلى هؤلاء المستحقين، لكن لم يتم التواصل منهم معنا حتى نعرف هذه الحملة. إذن شكرا لك سيادة اللواء عبد الكريم السنيني محافظ محافظة حجة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبسي الصحفي من حجة. مساء الخير أستاذ محمد.
أستاذ محمد هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال، سنعاود التواصل بك أستاذ محمد. أعود إليك أستاذ كمال. أستاذ كمال، في ظل مراسلاتكم مع المنظمات الدولية، هل تم يعني إعطاؤكم خبر أو كيف كان التجاوب معكم؟ حقيقة الأمر يعني السلطة المحلية خارج البلد لا يتم التعامل معها بالشكل المطلوب من قبل المنظمات. نعم. المنظمات الموجودة في 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 اليمن تتعامل مع سلطات الأمر الواقع. نحن تصلنا بعض التقارير عن ما يتم تقديمه من خدمات للنازحين، وصلنا أنه تم التوزيع قرابة يعني لقرابة 1500 أسرة قبل حوالي 4 أيام من قبل الأوتشا في مديرية للنازحين في مديرية حيران. تم توزيع يعني بعض المعونات قبل حوالي يومين تقريبا لحوالي 1000 أسرة من برنامج الغذاء العالمي. لكن عندما نتكلم عن 1500 أسرة و2000 أسرة في ظل 80 أكثر من 80,000 أسرة نازحة، نتكلم عننا لم تغطي حقيقة المنظمات إلى الآن يعني 2 إلى 3% من هذه الأسرة النازحة. حتى هذه المعونات التي تصل كما أسلفنا تصل كل 3 أشهر. نعم. يعني نوعيات رديئة جدا، فهناك أشياء كثيرة تحتاج إعادة نظر. هذا العجز وهذا النقص هو الذي أدى إلى ظهور هذه الصور المؤلمة التي نراها أمامنا اليوم. مؤسسة منظمة سياج أصدرت تقريرها تناشد فيها المنظمات الدولية إغاثة 150,000 طفل في محافظة حجاه معرضين لسوء التغذية، وهذه الصور التي نشاهدها هي جزء من تلك المعاناة. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ كمال. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبسي الصحفي من حجة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ محمد، وأنت الأقرب لهذه المأساة. حدثنا عن الوضع العام في محافظة حجة خاصة في المدينة، ما هي أبرز معاناة سكان محافظة حجة؟ بسبب الحرب والمواجهات التي تدور حاليا بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني على الحدود منذ قرابة العامين، باتت محافظة حجة تعيش أوضاع إنسانية صعبة، حيث دمرت 5 مديريات حدودية بالكامل، هي مديريات حرض وميدي وبكيل المير ومستبى وخيران. وأصبحت بقية المديريات التي نزح إليها النازحون المديريات التهامية، أصبحت مديرية منكوبة بسبب تدفق النازحين إليها، وتمثل هذه المديريات نسبتها 50% من مساحة محافظة حجة. يبلغ عدد سكان محافظة حجة 2 مليون و104,451 نسمة. 25% منهم أو نصف مليون نسمة تقريبا منهم نازحين، حيث بلغ عدد النازحين 485,388 نازح، أي أكثر من 60,000 أسرة نازحة. كما تمثل نسبة الفقر تقريبا من إجمالي سكان المحافظة 40%، حيث يقع 707,810 نسمة من السكان تحت خط الفقر حسب مؤشر الفقر العام. توزع هؤلاء النازحون على 22 تجمع ومخيم، منها 19 في مدينة أسلم، ومخيمين كبيرين في عبس ومخيم في حيران. انتشرت مؤخرا الأغذية والأوبئة والأمراض في أوساط هؤلاء النازحين بشكل مخيف، وحصلت عدد من حالات الوفاة. ذكرت تقارير صحفية وعدد من المنظمات آخرها منظمة سياج في بلاغ صحفي لها اليوم أن 150,000 طفل في حجة يعانون من سوء التغذية الحاد من شريحة الأطفال دون السن الخامسة، وتمثل هذه الشريحة ربع سكان. كما سجلت المنظمات إصابة 1369 حالة بحمى الضنك، منها 12 حالة وفاة. كما سجلت 362 حالة إصابة بالكوليرا، منها 3 حالات وفاة. كما انتشرت الملاريا والتيفود والإسهالات والجرب بأعداد ونسب لا تحصى. نعم. 17% من سكان المحافظة هم فقط يحصلون على مياه نظيفة، بينما يستخدم البقية مياه ملوثة. هنالك قصص محمد يعني ونماذج مأساوية. نعم، يعني أيضا سمعنا عن توقف الدراسة في العديد من كليات الجامعة، هل حدثتنا عن تفاصيل ذلك؟
توقفت الدراسة في كثير من المديريات، في كل المديريات المنكوبة الخمس التي ذكرتها بشكل تام، بينما تسير الدراسة في بقية المديريات ومركز المحافظة بشكل ليس كالمستوى المطلوب. نعم. من باب تسيير كما تسير بقية مؤسسات الدولة. أود أذكر هنا بعض النماذج المأساوية التي يعيشها السكان في المخيمات. نعم تفضل. يختصر غالبية هؤلاء النازحون الثلاث الواجبات في وجبة واحدة. تصوروا أن يصل الحد بأحد النازحين أن يذهب إلى أحد المتاجر ويطلب كيس دقيق، وعندما طلب صاحب المتجر منه قيمة الكيس أشهر خنجرة وقال أطفالي سيموتون من الجوع وهم الآن تحت الشجرة، أعطوني نعم. هذا الكيس الدقيق لأطعمهم وإلا سأقتل، وإذا لم تصدقوني فذهبوا معي. وبالفعل ذهب معه صاحب المتجر وأعطاه ويتأكد من أن أطفاله موجودين تحت الشجرة وأعطاه الكيس الدقيق وزاده عليه. نعم. وجدنا أحد النازحين لديه بطانية واحدة ينصبها حول الأعواد ويستخدمها في النهار كحمام وفي الليل يتدثر بها هو وأطفاله. كل هذه القصص المأساوية أنا شاهد عليها بنفسي. نعم نعم، كان لديك تقرير أخ محمد عن معضلة الفقر والجوع، حدثنا عن ذلك. نسبة الفقر كما ذكرت سابقا في المحافظة 40%. نعم. ولدي رقم بالتحديد هو 707,810 نسمة من السكان تحت نعم. خط الفقر حسب المؤشر العام للفقر. نعم أستاذ محمد، كيف أثرت المواجهات في الحدود على دخل الناس؟ يعني نحن نعلم أنها يعني المواطنين كانوا يعتمدون على الزراعة، على منفذ حرض كمنفذ اقتصادي لهم، وحركة مسافرين كانت تمدهم يعني أعمال عديدة، يعني كيف استطاعت المواجهات أن توقف مصدر دخل العديد من الناس في حاجة؟ بالنسبة لهؤلاء النازحين من المنديرين مصدر دخلهم بالكامل، فقد كان يعتمد غالبية السكان منهم على منفذ حرض الحدود الذي يعتبر الرافد الأساسي لمحافظة حجة، عبر الحركة التجارية والنشاط التجاري والاقتصادي، كذلك السياحة الذي كانت مديرية حرض تزخر بالفنادق، كما كان يشتغل الكثير منهم في التحريب، كما يشتغل غالبية الكثير منهم في الزراعة وفي أعمال أخرى والتجارة. نعم. توقفت هذه مصادر الدخل بالكامل، كما نعم. توقفت مصادر الدخل لدى الموظفين. أستاذ محمد، يعني ما مدى وجود المنظمات الدولية والمنظمات الإغاثية خاصة وأنت هناك؟ يعني هل هناك زيارات لهذه المنظمات، زيارة إغاثية لكل هذه المسألة التي تتحدث عنها؟ توجد عدد من المنظمات الدولية العاملة في الميدان. نعم. إضافة إلى بعض الجهود من مكتب الصحة وبعض الجمعيات والمؤسسات في الميدان، لكنها لا ترقى ولا تستطيع أن تغطي الحاجة والمأساة الموجودة في الميدان. نعم. يتعلل البعض من القائمين على هذه المنظمات والجمعيات الإغاثية والمؤسسات الإغاثية بعدم وجود الدعم الكافي من المانحين. ما يرى بعض المراكمون ومن ضمنهم مسؤول في السلطة المحلية بأن هنالك منظمات وجمعيات ومؤسسات تهدر أموال طائلة في برامج لا فائدة منها ولا تمس حاجة هؤلاء النازحين. تصوري معي أن برنامج غسل الأيدي تبلغ تكلفته 2 مليون دولار، برنامج غسل الأيدي، بينما هنالك ناس أو نازحون يموتون من الجوع. نعم. إذن شكرا جزيلا لك محمد عبسي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من حجة. عودة إليك أستاذ كمال. أستاذ كمال، يعني للأسف تعاني بعض المنظمات من عدم يعني توازن في الرؤية. يحدثنا محمد عن بعض المشاريع التي قد تصل إلى ملايين لأعمال ربما تعد من الرفاهية الحديث عنها في حجة. كيف يمكن إيصال الصورة القاتمة التي يعاني منها أبناء حجة لهذه المنظمات حتى تعي ما هي الحاجات الأساسية لهؤلاء المواطنين؟ أظن أن هذه الصور وهذه المقاطع وهذه الحملة كفيلة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان القائمين على هذه المنظمات أصحاب ضمير وأصحاب إنسانية، ليعيدوا النظر في الخطط المقدمة في المبالغ التي تدفع من قبل المانحين لهم. يجب أن تكون هناك أولويات، يعني فعلا كما ذكر الأخ محمد
هناك يعني عدم ترتيب للأولويات عند كثير من الجهات. لعل هذه المناشدات تصل إليهم. نحن يعني بدورنا سنتواصل مع من نستطيع منهم، وكما أسلفت الأخ محافظ المحافظة أخبرنا أن لديه خطة للتواصل مع أغلب الجهات المانحة ومراسلتها. وطبعا نحن بدورنا كذلك جهزنا خطة احتياجات متكاملة للمحافظة بشكل عام، للاحتياجات الإنسانية العاجلة، في مقدمتها ما يخص الغذاء والدواء والإيواء والمياه والإحصاء والإصلاح البيئي. قدمناها لبعض الجهات، وسنعمل خلال الأيام القادمة لإيصالها، لتكون هذه رؤيتنا، هذه أولويتنا. نحن اليوم نتكلم عن ناس مشردين، لا مأوى لا غذاء لا دواء. هذه الأولويات، ثم تأتي بعد ذلك الأشياء التي ذكرت. أنا يعني أذكر هنا كذلك بذكركم لمسألة التعليم، يعني وصلتنا إحصائية بأن المدارس التي دمرت خلال الفترة الماضية قرابة 46 مدرسة ومنشأة تعليمية تضررت بشكل جزئي وبشكل كلي في المديريات التي ذكرنا. أنا أود أن أنوه هنا كذلك، لأنه حقيقة نحن كأبناء محافظة كذلك للأمانة والشهادة للتاريخ، النزوح لم يكن بسبب المواجهات التي تدور حاليا في المناطق الحدودية. النزوح تم بسبب تهجير الميليشيات للمواطنين من هذه المناطق. مع بداية العاصفة تم تهجير الناس وإرغامهم على ترك بيوتهم وترك مناطقهم وتحويل هذه المناطق إلى مناطق عسكرية. نزح الناس، ثم بدأت المواجهات. المواجهات التي تدور الآن في ميدي وفي حرض لم تندلع إلا بعد نزوح هؤلاء السكان بأكثر من 6 أو 7 أشهر. نعم. يجب أن تكون الصورة واضحة. نعم أستاذ كمال، اسمح لنا ننضم معنا أيضا عبر الهاتف الأخ محمد الهاتف، وهو إعلامي من حجة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الله بالخير والعافية، وشكرا لقناة بلجيس على استضافتنا في هذه البرنامج. نعم. تسليط الضوء على 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 معاناة أبناء محافظة حجة. نعم، هذا واجبنا أستاذ محمد. حدثنا أنت عن تفاصيل هذه المعاناة بحكم اطلاعكم عليها. محافظة حجة هي إحدى محافظات الجمهورية اليمنية التي أعتبرها أنا أن هناك من يتعمد نسيانها، والتي يقضي فيها أكثر من 2 مليون نسمة، وفيها 31 مديرية. وللأسف الشديد هناك يخيم على أبنائها الفقر والجهل والمرض، ولا وزاد وضاعف هذا الحرب الدائرة الآن. نعم. الموضوع في هناك عندنا أكثر من 10 مديرية تعرضت لنكبة، نكبة أكبر من نكبة مديرية التحيتة في الحديدة. وهناك سكان هذه المديرية، خاصة المديرية الحدودية والتهامية، نتيجة النزوح نتيجة الحرب أصبح الجوع ينتشر بشكل فظيع بين أبناء بين السكان وبين النازحين بشكل كبير. وكما تعلمون أن لدينا أكثر من 60,000 أسرة نازحة في المحافظة، ولا توجد أي منظمة اهتمت أو لاحظنا منها اهتمام كبير تقدم مساعدة أو تقدم حملات إغاثية. ويرجع السبب إلى قيادة المحافظة. أنا أحمل السلطة الأمر الواجهة بمحافظة حجة المسؤولية الكاملة عن كل ما بيعانيه أبناء المحافظة وخاصة النازحين. نعم. لأنه سلطة الأمر الواجهة، فاللي يبين أن هذه السلطة غير قادرة على إدارة العمل الإنساني، ولم تتواصل مع المنظمات بشكل جيد، وأيضا فرضت بيوت على المنظمات التي تريد أن تقدم منح ومساعدات في المحافظة. فآخر موضوع أنه قبل يومين قام مدير فرع الأمن السياسي بمحافظة حجة بتوجيه مذكرة بتوجيه نشاط عمل العيادات الطبية المتنقلة. هذه العيادات الطبية المتنقلة بتقدم خدمات طبية مجانية للأطفال وللأمهات. من تتبع؟ أي جهة تتبع هذه العيادات المتنقلة أستاذ محمد؟
هذه تتبع منظمه، احدى المنظمات العامله اللي قدمت من منظمات منظمه الامم المتحده، اعتقد اللي تتبع الصحه. وحتى ان هناك استنكار كبير من ابناء المحافظه، لو تلاحظوا ان هناك حتى مدير مكتب الصحه وغيره من الضباط الحقوقيين بالمحافظه استنكروا هذا الاجراء من قيام مدير فرع الجهاز الامن السياسي بتوقيف نشاط هذه العيادات المتنقله. نعم، اين هو دوركم الاعلامي استاذ محمد؟ يعني فيما يجري في حجه من هذه الاحداث من هذه الصور المأساوية، ومن ايضا الممارسات التي تقوم بها الميليشيا هناك، يعني على الاقل يعني ان تسمح للمنظمات العامله ان تمارس عملها المأساة يعني قديمه في حجه، لما تظل حجة بعيدة عن العالم، بعيدة عن مرأى الناس حتى يشاهدون ماذا يحدث؟ والله حقيقة أنه أنا أقول أنه يرجع السبب الكبير إلى أبناء محافظة حجة، أو هناك من يفرض وصايا على محافظة حجة. نعم. وخاصة الآن مع التدخل الحوثي والانقلاب الأخير اللي حصل، فجعلهم يفرضون وصاياتهم على محافظة حجة بوجود بعض النافذين في المديريات، واستفادوا أيضا من المساعدات الشحيحة التي بتوصل من المنظمات عليهم واستغلالها في غير محلها، وما بتوصل للمستحقين إلا القليل. فهناك سوء، أنا أقول لك أنه غياب الضمير، الضمير الإنساني غايب عندنا. أعطنا هؤلاء المسؤولين أو قيادة السلطة المحلية والتنفيذية اللي حتى بعضهم المنتخبين في المجالس المحلية، الضمير الانساني غايب عندهم خلاص، ما عادش عندهم احساس بالمسؤوليه ولا عندهم شعور بما يعانيها الناس. بيشوفوا حاله الجوع الذي منتشره، بيشوفوا سوء التغذيه، وبيشوفوا الاطفال، وبيشوفوا الصور، ولا يحرك هذا اي شيء عندهم. خلاص الناس متبلدين، او ما هو لا نعرف ما هو الى اين يريدون ان يوصلون. فالحقيقه انه نريد من حتى المنظمات، انا اقول لك المنظمات العالميه والذي بتتدخل، المنظمات الامم المتحده اللي بتتدخل، ما يوجد عندها مسؤوليه انه تهتم بتوصيل المساعدات الى مستحقيها. نعم استاذ محمد، يعني مرورا على ما يحدث في حجه، ايضا هناك وقفات احتجاجيه في حجه للمطالبه بتوفير الكادر التعليمي، هل لديك اي تفاصيل حول هذا الموضوع؟ اي اليوم حصلت مسيره لأول مرة، أنا أقول لك من حين ظهر الانقلاب، لأنه دائما يهددوهم بالقمع وبإطلاق النار وبالاعتقال وبالذا. فاليوم طلاب كلية العلوم التطبيقية بجامعة حجة بيطالبوا بتوفير الكادر التدريسي والمعامل والذا، مطالبة بطريقة سلمية، ولكنهم وجوا بقيام الميليشيات بإطلاق النار عليهم والاعتداء عليهم واعتقال مجموعة منهم. وهذا ما تعودت عليه هذه الميليشيات الهمجيه، غير منضبطه اداريا ولا ليس لديها اي شعور بالمسؤوليه، وتتعامل مع الناس كانهم اتباع او عبيد، او لا يسمع الكلام، ليس لهم حريه الراي وليس لهم حريه المطالبه بحقوق. نعم. او اذا غير ذلك. نعم، وصلت الفكره، ونتمنى ان تصل للعالم ليشاهدوا مأساة حجة. شكرا لك محمد الهاتف الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من حجة. عودة أخيرة لك أستاذ كمال، في دقيقة نود أن تحدثنا عن أبرز احتياجات حجة والتي يجب أن تتوفر حالا تلبية لنداء حجة تستغيث. أبرز الاحتياجات تتمثل في أولا توفير الغذاء، ليس للنازحين فقط لكن للنازحين وللمجتمع المضيف. نعم. مديريات محافظة حجة 31 كلها تشهد تواجد للنازحين فيها بأعداد متفاوتة، وفيها أصلا كثير من الفقراء والمعوزين الذين حالتهم وحاجتهم أشد حتى من حالة النازحين. طبعا هذه الصور التي نشاهدها اليوم ليست كلها للنازحين، كثير منها لمن ليس بنازح من الفقراء الذي لم يستطع أن يوفر لولده الغذاء الكافي. فالاحتياجات الضرورية أولا الغذاء، نحن في خطة الاحتياجات قدرنا احتياج المحافظة ب 300 ألف سلة غذاء شهريا حتى نكافح وباء المجاعة التي لا قدر الله قد تحدث إذا لم تتحرك يتحرك أصحاب الضمائر الحية، إذا لم تتحرك المنظمات. ثانيا
من حيث الإيواء نحن بحاجة لتوفير مواد إيواء غير الخيام لقرابة 20,000 أسرة من الأسر النازحة في بيوت مستأجرة أو لدى أقارب لهم. نحن بحاجة كذلك لتوفير إيواء بطانيات يعني مواد أدوات مطابخ خيام إيواء وما إلى ذلك بشكل متكامل لقرابة 15,000 أسرة التي هي نازحة الآن في الشعاب في الوديان في تحت الأشجار ليس لها أي مأوى. نحن بحاجة عاجلة كذلك لدعم برنامج الصحة خاصة ما يخص سوء التغذية الحملات المكافحة وباء الكوليرا وباء الحمى الظنك الذي بدأ يستشري بشكل كبير. طبعا الكوليرا وحمى الظنك تحتاج توفير مياه نقية تحتاج توفير خزانات مياه للناس. نحن بحاجة ماسة كذلك كما أسلفنا لتوفير المياه النقية لأبناء المحافظة عموما وللنازحين خصوصا. نعم إذا شكرا جزيلا لك أستاذ كمال قدمي مسؤول إغاثة في إقليم تهامة كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وشكرا أيضا لمن كانوا معنا عبر الهاتف اللي هو عبد الكريم السنيني محافظ حجة والأخ محمد عبسي الصحفي والأخ محمد الهاتف الإعلامي من حجة أيضا. ونعتذر للأستاذ ناصر داقين ولكم سادتنا المشاهدين وكيل محافظة حجة الذي لم نتمكن من إظهاره معنا في عبر سكايب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم ونتمنى أن تكون رسالة حجة تستغيث قد وصلت لكل من يستطيع أن يقدم دعما لهذه المحافظة المنكوبة. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه.